حلقة جديدة صباح البلد. كتير مننا بيعاني من مشكلة ان هو ما بيعرفش يعمل التمارين الرياضية بالشكل اللي بيشوفه، سواء على النت او في الويب سايتس اللي بيشوفها او على الفيديوز اللي بيشوفها. فانا النهاردة هعلمكم ازاي ممكن نعمل شوية تمارين بالتدريج بتاعها، ازاي نقدر نعمل التمرين بالفورم المظبوط بس التدريج من البيجينر للادفانس. فالنهارده هنبدا بتمرين البوش ابس او التمرين الضغط، اللي هو اكتر تمرين الناس بتعمله علشان عضلات الصدر والكتاف الاماميه والترايسبس. فهبدا اوريكم شكل التدريب بتاع البوش ابس باربع اشكال اساسيه من السهل للصعب. فاول حاجه بحاول ان انا اشتغل عليها هي الوول بوش اب. فالوول بوش اب هو ان انا باجي عند الحيطة وبسند على الحيطة، ممكن بالشكل ده باجي على الحيطة هنا وببدأ أشد بطني قوي وهبدأ أشتغل هنا. واحد اثنين، صدري فوق، بطني مشدودة، بنزل لحد 90 درجة وبطلع تاني. بحاول اشتغل 15 عدة. طيب انا قدرت ان انا اعمل التمرين ده، هبدأ اشتغل ازود نفسي اكتر، بعمل حاجة اسمها الانكلاين بوش اب. مش الزاوية بتاعت العضلة، هو الانكلاين بوش اب المكان اللي انا بتمرن عليه. فهتلاقيني بدأت اشتغل على مكان اعلى شوية هنا وهبدأ اشتغل 1 2 15. لما اوصل للمرحله ان انا قدرت اشتغل على عضلات الشست او الصدر بالطريقه الانكلاين وقدرت ان انا اعملها بطريقه سهله، ساعتها ابدا اشتغل على حاجه اسمها الني بوش اب. الني بوش اب ده هو ان انت بتشتغل ضغط بس على ركبتك بالشكل ده. انت هنا بنراعي بقى على طول وبنركز ان انا ايديا بتبقى تحت كتفي، وبرفع جسمي هنا وبنزل 1 2 15. لو قدرت اعمل التمرين دوت بشكل سليم اقدر ساعتها اخد البوزيشن ده واشتغل هنا. دول الاربع تمارين الاساسية او الاشكال للتدريج للعضلة او لتمرين البوش ابس. بعدها بنقدر نشتغل لتمارين تانية ادفانس اكتر. في بعض الرياضيين يقدروا يلعبوا التمرين ده مش بالشكل ده، بشكل اكبر من ده على حسب التارجت اللي هم عايزين يوصلوا ليه. زي ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها البليومتريك تريننج، التدريب اللي بيبقى فيه باور. فانا هوريكم شكل من الاشكال بتاعه البوش ابس اللي بتنمي عنصر الباور، السرعه والقوه مع بعض. فانا بشتغل هنا، بنزل بعمل ضغط وبجمب وبنزل تاني. الجمب ده اللي بيديني القوة القصوى بتاعتي. هنا هنا اقدر ارفع رجلي اهم حاجة ان انا هكون محافظ على عضلات بطني مشدودة، ظهري مفرود طول الوقت، واحافظ ان انا بتنفس كويس. في التمارين اللي فيها قوة أو فيها سرعة لازم النفس يكون في الوقت اللي أنا بعمل فيه المجهود، وأنا بزق هفضي النفس بتاعي، باخد النفس وأنا برجع في الريست بيريود. وده من الحاجات المهمة اللي لازم نركز فيها النهاردة، ومتشكر ليكم.